نكونش يعني مبالغ في النجاحات نتاعنا، فيه نجاح بالطبع، فيه نجاح، ولكن نجاح جزئي لأن ما زال مسيرة طويلة. أي مواطن اليوم والمواطنين النزهة يقولوا أين كنا وأين أصبحنا. حتى التقارير الدولية تشيد بأداء الاقتصاد الجزائري، الاعتراف من مؤسستين صعب ترضيتهم مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. الحمد لله، الحمد لله خطينا أشواط كبيرة في جعل الجزائر في السكة التنموية، رغبة في تلبية حاجيات المواطن أولا، ثانيا لجعل الجزائر قوة اقتصادية، وهذه الرغبة نتاعنا. احنا نمشي ما نمشيش فقط بالنظرة هكا الواسعة، نشوف نمشي بالمؤشرات. اليوم كل المؤشرات تاعنا تدل، والمؤشرات التي هي معترف بها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أنها مؤشرات حقيقية، والناس يعرفوا، خلي التعليق للناس اللي يعرفوا الميدان. جاهزون